السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلينا نبدأ كلامنا زي ما احنا متعودين بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، واطلب من كل حبايب الجداد اللي منوريني ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة معانا وصفة بجد لذيذة وجميلة وسهلة جدا جدا، وأكيد كلنا عندنا بقايا حاجات رمضان، القراصية، المشمشية، المشمش المجفف، القراصية، التين المجفف، كل الحاجات دي هناخدها مع بعضها وهنطلع منها حاجة كده، شرايح كده زي السويسرول، حاجة تحفة. زي ما انتوا شايفين معايا هنا التين المجفف، مشمش مجفف، قراصية، كل دولت كانوا بقايا من حاجة رمضان عندي في التلاجة. هنطلع منهم وصفة دلوقتي، حاجة حلوة قوي. زي ما انتم شايفين كل حاجة في بولة، هحط عليهم مية وهسيبهم منقوعين كده لمدة نص ساعة عشان لو فيهم اي اتربة او فيهم اي حاجة تنزل وفي نفس الوقت تطرى معايا شوية، وهحطهم على جنب. دي كده خطوة. تاني خطوة هنعمل ايه؟ هجيب 100 جرام زبدة بمعدل 3 معالق كبار زبدة، وهجيب عندي قالب من الشوكولاتة اللي هو الشوكولاتة السما، بتكون طعمها حلو جدا في الحلويات وفي نفس الوقت سريعة التسييح. هاخدها زي ما انتم شايفين كده، هحطها عندي فوق الزبدة وهوريكم ازاي انا هسيحها بطريقة كويسة. زي ما انتم شايفين انا عندي دي اللبانة هتبقى يعتبر مظبوطة عندي على القاعدة بتاعة البولة، فهحطها زي ما انتم شايفين كده، يدوب هحط ربع اللبانة مية وهولع عليها على البوتاجاز لحد ما تسيح. الخطوة اللي بعد كده هجيب عندي الكبة وهنزل عندي كيس البسكوت السادة ده، هنزل عندي بنصه هفرمه في الكبة، هنعمه جدا زي ما انتم شايفين اهو كده انا نعمته. بتاع علبة البسكوت دي في حدود ال 300 جرام، هي بتبقى مكتوب عليها وزنها 300 جرام. خدت يعتبر 100 جرام او طحنتهم، وهحط في حدود ال 150 جرام تانيين، انا شلت جزء منهم كده، ففي يعتبر في حدود ال 150 جرام هقطعه قطع زي ما انتم شايفين كده، هاخده كده هنقطعه حتت. يبقى اول حاجة غسلنا القراصية، نقعناها في مية، والقراصية والمشمش والتين، وبعد كده حطيت الشوكولاتة بالزبدة على النار اسيحها. الخطوة التانية ان انا طحنت 100 جرام من البسكوت اللي نعمته، وبعدين حطيت عليه 150 جرام بسكوت قطع. هنا كده خدت المشمش والقراصية والتين المجفف عندي، صفيتهم كويس جدا. عندك تمر حطي، اي حاجة من المكسرات كمان حابة تحطيها حطيها، الزبيب والحاجات دي كلها حطيها. زي ما قلت لكم اي بقايا من الحاجات اللي هي بتاعت رمضان هنحطها فيها، بتدي طعم بجد طعم حلو جدا جدا، ما كنتش متوقعه انها هتطلع بالجمال ده. بتمنى انكم تجربوها. هاخد هنا المشمش هقطعه بس كده على 4، التين برضو هقطعه على 4، وبرضو عندي القراصية هقطعها كده، بس القراصية تخلي بالكم بيبقى فيها بذرة، فتخلي بالكم ان انتوا تطلعوا البذرة دي منها. زي ما انتوا شايفين كده هقطعه على 4. بتمنى بجد انكم تجربوا الوصفه، الوصفه حلوه جدا جدا ولذيذه خالص. وعايزه اقول لكم كمان انا عندي الجروب بتاعي، هسيب لكم اللينك بتاعه في التعليقات في اول تعليق، اللي نفذت اي وصفه من وصفاتي ومعاها الصور بتاعتها تبعتها لي على الجروب، وهنزلها على الجروب ونبدا ننزل التطبيقات بتاعتنا على الجروب. زي ما انتم شايفين كمان القراصيه اهو فيها البذرة بتاعتها، فهنحاول نشيل كده اللحم ونستبعد البذرة، هقطعها برضو كده قطع وهنقطعه عندي بالشكل ده لحد ما نخلي الكمية كلها واشيل البذر لوحده. وهنا كده ده شكل القراصية عندي. عايزة اقول لكم ان الوصفة دي سهلة جدا وطعمها حلو جميل جدا ومفيدة كمان فوق ما تتخيلوا للأطفال والأولادنا. دي كده عندي 100 جرام برضو من السوداني اللي هو المجروش خشن حطيته عليه، عندك لوز، بندق، عين جمل، كل ده حطيه، كل اضافه بتدي طعمه مميز جدا. هنا بصوا كده الشوكولاته ساحت وهي والزبده، هديهم تقليبه كده سريعه وهنزل على طول عندي على الخليط كامل، هديهم تقليب سريع كده جدا،
هقلبهم لحد ما كله يشرب من الشوكولات مع الزبدة السايلة دي، هيديني طعم حلو جدا جدا، وهتخليني كمان اقدر الفها بشكل متماسك. عايز اقول لكم دي لو عملتوها لاولادكم وتقدموا لهم الصبح كده شريحة منه او قطعة منه، مفيدة جدا جدا. القراصي اصلا والمشمش من الحاجات المفيدة جدا للاطفال، بالاضافة للتين المجفف، البسكوت، المكسرات اللي متضافة، كل دي اضافات حلوة جدا مع الشوكولاتة. فالموضوع بصراحة كلها فوائد وكلها قيمة غذائية عالية جدا، خصوصا لاطفالنا واولادنا. هجيب عندي ورق الزبدة كده، هلفها فيها كويس جدا وهضغط عليها وانا بلفها عشان عايزاها تكون متماسكة وماسكة نفسها. هبدأ اقفل كده عندي من الجناب بالشكل ده كده، وهجيب كمان الورق الفويل هنا، معرفش بشدها فليه عملت معايا اتقطعت من النص، بس هي كده كده هتقضي الغرض مفيش اي مشكلة. انا ما غير ان انا عايزة بس الفها بيها عشان تتماسك شوية. هلفها حلو جدا وهحطها في التلاجة عندي، هتاخد عندي 6 ساعات، مش اقل من 6 ساعات عشان الشوكولاتة تكون اتجمدت واقدر اقطعها تقطيعة كويسة، او نحطها ساعتين في الفريزر. هنا بقى دي شكلها بعد ما طلعت، بصوا شكلها كمان متماسك، هنقدر نقطعها بالشكل اللي احنا عايزين ده كده، هتطلع معايا بمنتهى السهولة. هنشد بالراحة كده ورقة الزبدة زي ما انتوا شايفين اهو، منتهى السهولة بتبدأ تطلع معايا. بجد جربوها هتعجبكم جدا. كتير مننا عنده بقايا حاجة رمضان، شوية مشمش وشوية قراصية متشالين كده في حافظ تلاجة او في علبة، ما هو محتار ما غير ان هو بيتشالوا من الرف ده للرف ده، مش عارف يعمل بهم ايه. فجربوا الوصفة دي حلوة قوي قوي. هنا هجيب سكر بودرة وهبدأ امشيه على الجناب كلها. زي ما قلت لكم لينك الجروب هيتساب في اول الكومنتات، اللي ليه اي وصفات او ليه اي او منفذ اي وصفة بتمنى ان هو يحطها معانا في الجروب ونشجع بعض كلنا. هنا بقى هجيبها، بصوا هقطعها لكم، بصوا الشكل عامل ازاي، حاجة كده يعني وهم غير الطعم، بجد طعمها حلو جدا جدا. هنبدأ نقطعها، بتتقطع معانا بمنتهى السهولة ومنتهى يعني الجمال اللي في الدنيا كله، زي ما انتوا شايفين كده. بجد جربوها هتعجبكم جدا. بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها كمان يفتح النفس، نقدر نقدمها كوجبة فطار مع كوباية شاي بلبن او كوباية كده لبن مع لأطفالنا، مفيدة جدا ومغذية. بتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات، وزي ما قلت لكم مستنية تطبيقاتكم وصوركم للي بتنفذوه. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصل لكم كل الوصفات، وأول ما ننزل الفيديو هيوصل لكم بيه إشعار فتقدروا تتفرجوا عليه. أستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.